يا بنت قومي اقعدي فوق، ما يصحش كده. والنبي العين ما تقلع على الحاجة، خليني قاعدة كده مرتاحة. ما تقوليش كده، ده انت زي بنتي. يلا قومي اقعدي فوق. شوفي انا حاجي معاكي دغري، كان جوزك متجوز واحدة او اتنين او تلاتة دي حاجة احنا ما نقدرش نتكلم فيها، انما بذمتك انت مش مطلعة عينه؟ باين عليكي ما انتش سهلة خالص. انا ورب الكعبة ما بعمل له ايتها حاجة. شوفي انا عارفة امور النسوان كويس قوي، الواحدة لما تحب تطهق الراجل وتخليه يتجنن تعملها. ركك انا لا طايقاه ولا عايزاه ولا طايقه اشوف وشه، لا هو ولا الموكوسة اللي هو عايش معاها دي. عارفة لو يسيبني انا ارجع البلد لابوي. بصي يا تميمة، انا هقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودانك. انت هترجعي له، هترجعي له، ما هو جوزك ومقسوم لك. انا عايزاكي تقعدي كده مع نفسك وتفكري وتشوري نفسك هتعملي ايه. الا ست الحاجة، هو الاستاذ امير هيقعد يعني ولا هيسافر تاني؟ والله يا بنتي من عارفة، هو دايما يقول انا هقعد، بس يقعد شوية ويوم التاني ويسافر. ربنا يبارك لك فيها خالتي، يا رب تفرحي بأولاده يا رب. ربنا يخليهولي. بقول لك ايه، انا هقوم اعمل الاوضه بتاعته، هي اللي فاضيه. لا خليكي، والنبي انا اللي هقوم اروح. خليكي. شوف يا خليل، المحل كويس قوي واصحابه ناس طيبين، والشارع اللي فيه المحل الرجل فيه ليل ونهار ما بتتقطعش. كل اللي يجي من ناحيتك خير يا شيخ زياد. بس بص بقى، المحل ده عشان يتفرش محتاج فلوس. اوعى تفتكر ان في حد هيفرش لك المحل ده من غير ولا مليم. لا، ده لازم تحط مبلغ، ومبلغ كويس كمان. طبعا انا طول السنين اللي فاتت دي وانا بحط القرش على القرش عشان اليوم ده. نفسي بقى ارتاح يا شيخ زياد من لف في الشوارع. ان شاء الله ربنا هيكرمك، ربنا يطعمك ويخبز لك عيشك ان شاء الله. ايه ده؟ الناس دي راحه فين؟ انت الشيخ زياد؟ يا ابني انا الشيخ زياد. خير؟ البنت اللي اسمها تميمه دي تلزمنا. نعم، زي ما سمعت كده. وبعدين عايزين نخلص الدار ده بسرعه قبل ما حد يتعور، عشان انا اذا فتحت المطوه بتاعتي مش هقفلها لو هي ملطوطه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه القصه دي يا عم زياد؟ في عم الشيخ في حاجه؟ ايه يا لولو انت كمان في حاجه؟ لولو ده بيقول لولو، ده انت تتسال. تعالى بس يا حوزني. قلت ايه يا عم الشيخ؟ يا عم خد الناس اللي معاك دي واتكل على الله، وقول للي بعتك ان كده عيب ما يصحش. وانت مش عيب تاخد مراته وتقنيها عندك؟ ولا العيب بمزاجك والحرام على كيفك؟
لاخر مره. البت دي لو ما نزلتش انا ههد البيت اللي فيه. يعني مفيش فايده. طب ما حدش يغلطني بقى في اللي هعمله. مين يا رجاله؟ انا ههد الحاره عليك وعايز اشوفك. يا طب يلا تعال يا حسن. طب حصل لك حاجه؟ مفيش حاجه. حصل لك حاجه يا حسني؟ لا شيخ زياد كله تمام. الواد اللي اسمه جابر ده لا يمكن يستنى معانا في الحلقه دقيقه واحده. هيمشي يعني؟ هيمشي يمشي من حياتي كلها. عليه سامحش. Buongiorno, come stai? يعني قلت هتسألي عليا تكلميني. واسأل عليك ليه بقى إن شاء الله؟ في بيني وبينك إيه عشان يبقى في بيننا مكالمات؟ إنسانية؟ بطلتها. محبة؟ قديمة. صحوبية؟ آه بس إحنا يعني لازم نبقى صحاب قوي قوي عشان أبتدي أسأل عليك. طب وإمتى هنكون صحاب قوي قوي يعني؟ قدامك كتير قوي عشان ده يحصل. اهلا وسهلا يا اختي. اهلا وسهلا. ايه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ ده حقنا لا مؤاخذه، والبت دي مراتي ومن حقها اجيبها باي طريقه تعجبني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا شيخ زياد. معلش مش قادر اقول لكم اتفضلوا عشان المكان ما يسعش الرحله اللي انت فيها دي كلها. بس احنا مش جايين نتضايف يا جابر. خير يا عم الشيخ؟ في تاني؟ جريئة دي انت بتتكلم عدل يا خلاص يا سلام. بقول لك ايه؟ انا بكلم الشيخ زياد شيخ الحارة دي كلها اللي الكبير فيها بيحترمها قبل الصغير. وبعدين عيب يا عم الشيخ لما يكون شيخ كبير زيك كده ويفهم في الاصول ويعمل اللي انت عملته.